فيش حملهم في اخويا، عنده فضل اي كبير هم هم بجدد. هم هم حذرك كما يقولوا هم في حملة. به مشينا وصلنا لجيران الترجي، وقتها نبيل معلول مدرب في الترجي. لا لا، وقتها كان نبيل وخرج وشد ماهر كنزاري وقتها. ما خلطتش على نبيل معلول؟ لا لا ما مش خلطش، وقتها كان معارض فكرة انتدابك؟ الذي هو دوب ما خرج ديريكت خدوني. اي اي صحيح، معناها صحيح. سمعت الله اعلم، فهمت. من بعد اتاكد في المنتخب اللي ما كانش، ما نقنعوش كما نقولوا، انا باش ما ندخلش في تفاصيل اخرى. ما نقنعوش، ما حتى معناها وصل عيط لي، اما مش مقتنع بيا، فهمت. وقتاش عيط لك؟ كي شد هو المنتخب عيط لي من الاول ستاج، يعني. عندنا ما عندنا ماتش في سيراليون ولا حاجه هكا، كاليفيكاسيون. انا مشيت، ما لعبتش معناها، مشيت نلقى روحي بيفو، معايط اربع ديفونسور، معايط خمسه اكسياليات، فهمت. وقتها فما كريم حاجي كذا، يعني عبد النور، نعرف شكون معناها من تونس، ثم زود زاكسيو من تونس، وانا الناس كل قالوا بيا شنو كيفاش هذا باش يعمل ماش ابليكاسيون. قال لي بيفو، نحب نشوفك بيفو هنا في الاسبيرونس باسمي، فهمت. حسيت ان تعطي هميش صحيت، اي ما حبيتهاش. قلت له ليه ما نلعبش بيفو انا، يعني جاي باش كان باش تلعبني في بلاستي وتشوفني، كان نجم نلعب ليه، هذيك اختيارك انت، يا اما باش تحطني بيفو معناها ما تمنيكش علي، فهمت. باهي مدربي ما عادش وطبيعته معناها ثم ضغط عليه وقتها، فهمت. كيفاش ما تعيطلوش وانا وقتها في الاسبيرونس، معناها نكور وجاي بروحي وكذا، واللعبات الكل تحكي بيا وكيفاش، خاطر من الاول ما عيطليش، هو فهمت، ما عيطليش. فما ستاجات الاولانيين ما عيطليش، من بعديك كي صارت عليه بريسيون وجيبوا شوفوا كذا، فهمت. ما يقنعك، ما تقنعوش فنيا، فما حاجه انا اخرى. قلت لك ما نقنعوش، معناها حبيت تفك، فماش حاجه قص اخرى ولا المشكله. حاجه اي فما لا، حاجه ما عنديش مشكله معاه ولا حاجه. قلت لك هذيك هي معناها، فهمت. واحد ما تعيطلوش ولا ما تلعبوش ولا، فهمت. هذي منتخب معناها باش تجيب احسن لاعبيه، فهمت. هو في مخه يمكن فما شكون خير مني، معناها ما نسحقش البلاصه هذيك وقت. صارت مشكله معاه كي قلت له ليه ما نلعبش ولا ما عاودش حياتك وكهو؟ لا ما صار شيء من وقتها، ما عاودش مشيت منتخب معاه. الحقيقه انا تغششت، قلت له ما نلعبش بيفو، ومن بعدها شديت ساقي، قلت له راني يعني عندي ساقي توجع. كلمت سياسيين الطبيب تاع الاسبيرونس، قلت له راهو هكا وهكا، قال لي كلمو قول له راهو ساقي توجع. واحد خرجت من ستاج وقت ما كملتش، خرجت من ستاج وبعدي كما ما تمش صداعي، فهمت. فهمت، حتى هو ما عرفوها، فهمت. بيه نحكيو شوية على الترجي. يقولوا اللي كنت مدلل عند رئيس النادي حمد المدب، مدلل عندك مكانة خاصة. مدلل الحقيقة سي حمدي، مدللني. هو راهو سي حمدي معناها مش مدللني أنا كهو، أما شفت الجمعية الكل براتيكمون كي يحكي معانا يقول راني أنا أبوكم، معناها مانيش ما تحسبونيش رئيس نادي، يعني أنا أخوكم الكبير، أنا أبوكم، نعاونكم في كل شيء، خاطر ما يجيش يحكي معك في كورة برك سي حمدي، يحكي معك في مشاكلك على داركم، على ش عندك مشاكل كذا، فهمت. يحاول مش مع الناس الكل، معك انت بالذات عندك مكانة خاصة يجي. نعرف انا وهي من بعديك تطورت ولات مكانة خاطر شنية، خاطر الحقيقة عاقل ما عنديش زايد. نعطي كل ما عندي في التيران، هو كان يحبني خاطر ملي جيت ديريكت عطيت البلوس وماركيت، فهمت، وجبت ماتشوات، فهمت. كل لي ديريكت معناها حابني كما قلت انت، دخلت القلب، فهمت، ولا يحابني برشا. من بعديك تبدلت العلاقه، ولا معناها هي مكانه خاصه كما نقولوا نحن. اما هو من الاول راهو الملاعبين الكل يجيبهم ولا في الاسبيرونس اللي يطلع ولا كذا، راوي ما يفرقش هذا على هذا، فهمت. من بعديك تدخل معناها كي انت تتبلبز واحد في التيران ولا تبلبز خارج برا من التيران، فهمت، سي نورمال باش يدوروا عليك العباد، ومعناها باش تولي عندك مشكله معاهم. اما كي تبدا كوريكت وتكور واحد، راهو يحطوك في عينيهم، معناها الاسبيرونس تحس روحك برانس، فهمت. ملي تدخل من باب البارك عباد لاهيه بيك، لين تخرج في الشارع، في حتى كي نخرج لبرا معناها، حتى كي نمشي نسافر معناها عباد مكشخه تجي وتفرح بيك واحد، معناها جمعيه كبيره. حتى في الخروج ظهر لي عيط لك قبل ما تمشي للبيرو نتاعك وخذيت فلوسك الكل، معناتها مش ما اي لاعب معناتها تصير معاه حاجات كما هكا.
صحيح عيطتك للبيرو رجعتني نهار الخروج راسي شوك أسو بوان صعيبة فهمت من سنين معناها واحد راهو البارك ولا كي داره العادي في البارك أكثر من اللي واحد يعدي في داره عائلتي يحبوني برشا ونحبهم برشا الحقيقة ملاعبية كمسؤولين كاللي يخدموا في البارك رئيس النادي الإدارة فهمت الناس كل معناها كانوا قراب لي برشا نهارة الخروج معناها كلمني سرياض وقال لي راهو وقت انا جيني لوفر قبل فهمت قبل ما توفى سيزون قال لي شامو مانيش باش نقفولك في كيما نقولوا مانيش نقفولك فيها الحكايه برا ربي عينك واعمل بروجرام نهار باش نكرموك وتخرج معناها باب كبير حاسيلو عملوا بروجرام وقتها وتلم الملاعبيه والمسؤولين والاطار الفني وكذا والانترنور وكذا فهمت وكرموني خرجت من الباب الكبير وقتها شنو احساسك وقتها في النهار ذاك ما نحبش اخر نهار ليك في البارك ما نحبش نخمم فيه فهمت تحبش تسترجع ما نحبش نخمم فيه خاطر برشا اوجاع فهمت خاصه انه انا خارج من الباب وصحابي خزروا لي هكا فهمت هو وجيعة شمس خاطر تقول لي ما تستحقش تخرج والا وجيعة على شنو بالضبط ليه انا ما نحبش النهار اخر يقول لك وليت رزين على الاسبيرونس ولا خليت حبيت نخرج من الباب الكبير فهمت خرجت وقتها دي شامبيونز ليغ وهزين شامبيونا والناس كل فرحان فهمت خرجت معناها اون بوتي حبيت خليها كيكة حبيت خليها تصويرها بدموع عليش بتاع شنو الدموع تذكرت كيفاش خارج وصحابي خزروا لي فهمت كاو ما ديك كلمني سرياض قال لي راهو الرئيس حاجته بيك مشيت للبيرو يعني قاعد حكي معايا وقال لي بون شونس الاكسبيريونس جديده وكذا واحد ومزل تراك نجم تاعتي وكذا حاسيلو نصحني وعمل لي شيك في فلوسي الكل قال لي برا ربي معاك فهمت فما عبيت قلقت منها خاصة اللي يقولوا شمسي زيه معناتها مازال حتى في العمر مازلت شمس فما شكون حتى اكبر منك في الترجي معناها مش قلق شو كيما العبيد راهو كيما يغنيو باسمك كيما يشجعوا كيما يحكيوا عليك بالباهي راهو فما باش تقبل لازمك تقبل فهمت كي باش يحكيوا عليك بالخايب يقول لك زيه واحد لازمك تقبلها وانتي ومخك من بعد كان انتي قوي في مخك باش تخدم وتوريها من اللي انتي مازلت سينو معناها بكرك باش تمشي في العافس كيما نقولوا نحن يا اخي انا مش من العام الاخر ثم في سيرو ديزي شيك يبداو جمهور ديفونس قايبه شكون فيها ديفونس شامو كذا فهمت وفي وانا 8 سنين معناها قعدت برشا معناها لعبت تقلق في تونس صحيح صعيب تو باش تلقى جوهور يعاد لك 8 سنين في الاسبيرونس معناها ما غير حد شايف فهمت ما تصيرلوش حتى والله بخلاف معز ما فما حتى واحد حتى خليل خرج ورجع خليل خرج ورجع معز هو اللي اي كان أقدم واحد فهمت يزمك تقبل يزمك تقبل يا باش باش تخدم على روحك وتجيب روحك وتظهر لي انت معناها مزلت تلعب في الاسبيرونس وكاسينو راك باش تمشي في العفس كيما قلت لك وتمشي على روحك تتعدى على البنك وبعد كده ماشي عيطولك وبعد كده تمشي لجمعية أخرى وسافوار تنجح ولا فهمت وبراتيك مول الملاعبية اللي خرجوا من الاسبيرونس صعيب باش عاودوا فهمت خلاف زوز ثلاثة ملاعبية في تونس جيو ومعناها صعيب باش يرجعوا لمستواهم فهمت صحيح خاطر تعطيه في الاسبيرونس راهو يعطيك كل شيء كونفور وفلوسك جوك باهي لي كونديسيون باهين وكل شيء فهمت طالب منك خويا في التيران تبدا 100% فما اللي تغروا الفلوس فما اللي يمشي في ثنية اخرى فهمت انت والمونتاليتي ومخ الملاعب فهمت صحيح باهي شمس فاصل قصير بعد نكملوا معاك اخر جزء في حوارنا اليوم